السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي فكرة تقوية المروحة السقفية إذا كان المولد ضعيف وأنت تعاني من عندها، يعني ضعيفة على المولد ما راح تشتغل بصورة صحيحة. فالطريقة هي أنه تجيب الواير مات المروحة وتقطعه وتسوي بيه كليبسات اثنين، يعني تك واحد من الواير من الوايرات، وتخلي بيه كابستر حجمه 25، راح يقوى الفولتية، راح تقوى، يعني تربط الكابستر على التوالي مع المروحة السقفية، راح تقوى عندك الفولتية من 200 تقريبا، تقوى 15 فولت 13 فولت في هالحدود. وهسه راح اراويكم اياها. هذا منظم المروحة وهذا واير المروحة، قطعته خليت بيه كليبسات، يعني تك واحد الاحمر خليت بيه كليبسات وخليت بيه كابستر 25 يوف، وهذا مقياس الفولتية، وهاي الكهرباء قبل الكابستر 206 210 208، وهاي بعد الكابستر تصير 214 212 213، فراح تقوى المروحة وتشوف اكو فرق بيها. وجربوا هذه اذا كانت عندكم الكهرباء ضعيفة، ولا تتصور انه اذا رفعت الكابستر يعني مثلا سويته 50 راح تقوى بعد، لا ما راح تقوى، لان هي تتناسب مع مقاومة المروحة. فمقاومة المروحة تقريبا هي 100 واط او 150 واط، فتتناسب وياها 25، يعني اذا نقصت الكابستر راح تضعف، واذا رفعت الكابستر ما راح تقوى، اما راح تظل طبيعية، يعني اذا خليت كابستر 60 ما راح تقوى المروحة، راح تظل طبيعية. ولايك ومتابعة، وافلح من صلى على محمد وآل محمد بالتعليقات، وشكرا لكم.